كاتب يعني المتميز جدا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. هو طبيب على فكره. والاستاذ خالد الصفتي طبعا كلكم عارفينه يعني اسماش وفلاش يعني احنا الحقيقه موضوعنا محدود بفكره انه انتوا قدمتوا حاجات ممتازه تربى عليها اجيال وفادتهم جدا. دلوقتي انا عرفت من الاستاذ خالد ومن الاستاذ احمد سمير انه فلاش بترجع تاني. موجود كويس موجود. لكن حجم الكتب او السلاسل الافكار القديمه اللي كانت بتتقدم مش ما يناسبش العصر الحالي دلوقتي. يعني ايه بالظبط؟ يعني الناس بتقرا احسن، فطبعا نقدم لها خدمات يعني ثقافيه اكتر، ما بتتقدمش بقى. اصل الموضوع ده للاسف عايز جيل جديد. يعني احنا لما جينا نشتغل حتى في الكتب بتاعتنا اشتغلنا على ساحه فاضيه، ما كانش فيها حاجه دي. انت بدات اواخر الثمانينات والاستاذ خالد انا 84 نص الثمانينات. في الثمانينات فاحنا عيد ال 30 بتاعنا السنه دي، في عيد اول معرض، المعرض الكتاب رقم 30 اللي احنا حضرناه السنه. فانا يعني لما ابتدينا كانت ساحه خاليه خالص، ما كانش فيه غير الاستاذ محمود سالم بينزل مغامرين 25 13، وفيما عدا ذلك كانت ساحه خاليه خالص. وحصلت كذا محاوله بعد الشياطين 13 بقى، الشياطين بعد المغامرين الخمسه، المغامرين الاربعه، المغامرين الثلاثه، ماشي ماشي كلها كانت بتبقى تقليد للحاجه الناجحه اللي في الاول. كويس. فجينا على ساحه فاضيه خالص، وجينا يعني انا قدمت روايه خيال علمي مثلا في المستقبل، كان ما فيش حد بيكتب خيال علمي. وكانت ناجحه جدا. كانت ناجحه جدا، هي ناجحه، وانا خدت عليها جائزه دوله تشجيعيه على فكره. ايوه كانت ناجحه جدا يعني طبعا كانت بتعمل حدث يعني بتعمل يعني حركه في الحياه الثقافيه مهمه. هي الحركه دي كانت مهمه جدا، ولكن لم يعترف بها. يعني انا بالنسبه لنا على الاقل لم يعترف بها الا بعد حصولي على الجائزه دوله تشجيعيه. يعني قعدت فتره طويله قوي اتهاجم بعنف كده، كتب في شارد تيك اوي ده يعني، بس الناس كانت بتقرا كتير جدا. رسالتك بتوصلها، ده المهم. مش مشكلة. لا هو الهجوم ده شيء طبيعي. ان الاستاذ مصطفى امين قال زمان ان الشجره المثمره فقط. صحيح طبعا طبعا، لو الواحد قاعد في البيت ما حدش يقرب له، انما الواحد يشتغل يبقى فيه وجهه نظر. استاذ خالد رجعت فلاش. الحمد كويس. لله كويس. انت رحت قعدت في الامارات اظن ولا قطر؟ في قطر. ده دلوقتي هيقولوا عليك عميل. دلوقتي كويس عملت شغل كويس انت في قطر ثقافي. دلوقتي انت رجعت بقى، ايه اللي ممكن نقدمه؟ وازاي نكتر مثل هذه المطبوعات المهمه اللي بتشكل عقليه الشاب في سن خطر؟ طبعا تمام. هو بدايه لما انا حبيت اعمل سلسله فلاش يعني ما مشيتش حسب القالب المعروف لقصص الاطفال او الشباب اللي كان متعارف عليه، اللي هو الاسلوب التربوي التلقيني. لا ما ينفعش ده الكلام ده بقى كان سنه 90. انا اتعاملت مع القارئ على انه قارئ كبير واعي، اتكلمت معاه في النقد الاجتماعي، في السياسه، في الاقتصاد، بخفه ظل. وعملت عدد من الشخصيات، شخصيات كتير ارتبطوا بيهم، وبقت يعني عندهم ملكه الانتقاد. يعني دلوقتي الطفل بقى يقدر ينتقد الشخصيه السلبيه عن طريق الشخصيه اللي بيقراها. فيعني مثلا المريض اللي كان بيجي على باب المستشفى فيقولوا 5000 جنيه، يقولوا ما معهوش، يقول لك طلعوا بره. الكلام ده كان بيتقدم للاطفال. طبعا طبعا مهم جدا. الناس مثلا الصحفي اللي هو ممكن يقول يطلع اشاعات. انا عملت صحفي اسمه سامح جوخ جايه من مسح الجوخ. حلو يعني طبعا. فعملت شخصيه طبعا المواطن المطحون، دي كانت من اشهر الشخصيات وما زالت يعني من اشهر الشخصيات الكوميك اللي اتعملت في مصر الحمد لله والوطن العربي. لان هو عباره عن هيكل عظمي لو مطحون. هيكل عظمي بيتحرك. الجهاز الدوري بتاعه والجهاز الهضمي وكل ده ضامر، عشان لانه ما عندوش فلوس يغذي نفسه. فوصل لمرحله ضمور لكن متعايش. ومن خلالها بنوري الفساد اللي كان بيحصل وما زال يعني في الحكومه. كويس. يعني يبقى نتكلم على فلاش الجديده، وازاي هتعمل فيها تطوير بحيث انها تناسب العصر. ايه يا دكتور نبيل بقى، انت ممكن تقدم ايه؟ ولا انت شايف انه لازم يطلع جيل جديد؟ على فكره في كتاب ممتازين طبعا، بس يمكن مش عارفين يعني يزقوا. لا في ناس تكتب كتابات رائعه، بس مش الفكره اللي احنا عايزينها. هي المشكله ايه؟ انك انت عدد اللي بيكتبوا دلوقتي بقى كتير جدا، بس الكتابات اللي تستحق الرعايه منها قليله جدا. كويس. بس ما مش لاقي حد اللي يرعاها او اللي يهتم انه يقراها يعني. فانا عملت مسابقه
يعني مسابقة أدبية بتحمل تكاليفها أنا كلها كيان. المسابقة دي سنوية بتقدم أعمال وبنختار الأعمال على أساس بقى إيه؟ على أساس اللغة والفكرة والأسلوب والهدف اللي بتقدمه، لأن المشكلة إن في حاجات كتابات كتير جدا ملهاش إيم، يعني ملهاش هدف. يعني أنت بتقراها تحس إنها الكتابة كلها ما وصلناش لحاجة. يعني أنت لما الواحد بيجي يشتغل زي ما الأستاذ خالد بيقول، أنت ما بتحطش أساسا هدف يعني قدامك بتقول أنا همشي 1 2 3 4، بس أنت بتحط شيء جواك يعني اللي أنت حاسس بيه، عايز تقول فكرة برضو، نفسك توصل لحاجة للناس يعني. فلما أجي أختار شخصية فارس في العصر الحديث زي أدهم صبري مثلا في رجل مستحيل، أنا بقدم لهم صورة الفارس اللي فقدت من المجتمع، كانت مفقودة وما زالت مفقودة. فكرة الفارس نفسها، الفارس اللي هو المؤمن الشجاع اللي بيحارب عشان وطنه، اللي هو دايما عنده استعداد للتضحية طالما ده في سبيل هدف أسمى يعني. لما أنت منك في المستقبل كنت شايف إن إحنا بعاد قوي عن العلم، قوي. لما بتيجي تقدم العلم للناس بيبصوا له كأنه كتاب مدرسي، انا عايز اقدمه لهم خلال مغامره، المغامره تشدوا المغامره، وفي نفس الوقت جوه المغامره بديله المعلومات العلميه اللي انا عايز اوصلها له. فكان الهدفين موجودين جوايا وبسكبهم على الكتاب، يعني بنزلهم على الكتاب، فقدروا يوصلوا لمساحه عريضه جدا من الشباب يعني. اللي بيحصل ان الزمن تطور جدا لدرجه ان انت دلوقتي عشان تكتب بوست خيال علمي انت مش لاقي خيال يعني. العلم سبقك، العلم سبقك، بيسبقك اكتر من الخيال اللي انت بتكتبه يعني. انا ادور على حاجه مختلفه. ما هو الحاجة المختلفة اللي أنا شايفها مطلوبة دلوقتي إن إحنا نقدم حاجة تدعم فكرة الانتماء. إحنا عندنا دلوقتي فجوة، ولو إن أنا ما بعتبرهاش فجوة كبيرة يعني، عندنا فجوة في الإحساس بالانتماء. إحنا عندنا حاجات معينة منتمين إليها، لكن بتلاقي مثلا التشكيك في كل شيء ما زالش شغال دلوقتي. يعني أنت مجتمع بيمر بحالة تغيير كبيرة جدا، بتنقلب فيه أمور من حال إلى حال، فطبيعي ان يكون في يعني مش هننتقل مره واحده من الصفر للمية، ده حتى العربيه ما تعرفش تطلع من الصفر للمية مره واحده. فالناس مش عايزه تتقبل فكره التدريج في التطور يعني. فانت محتاج تفهمه، محتاج تكتب له كتابات تفهمه اللي بيحصل حواليه، لان احنا دلوقتي في حاله غريبه جدا اللي هي بيسموها الجيل الرابع للحروب. ان احنا الجيل الرابع للحروب ده حرب نفسيه بالدرجه الاولى يعني. ناس بيلعبوا عليك بحيث انك انت خلص على نفسك بدل ما انا اجي اخلص عليك. فخلص على نفسك دي بتيجي من طريق ايه؟ اشاعات، اصطياد في اخطاء معينه وتضخيمها. فلما بردد انا هذا الكلام حتى بساهم مع العدو في ان هو يهدم الكيان اللي موجود. انا محتاج اوصل له بقى الفكره يعني. انا لقيت ان انا محتاج اعمل كتب اكتر منها روايات في الوقت الحالي يعني، اللي هي حاجه تعرفه ان هو انت داخل على ايه. لا يعني ايه كتب وروايات يعني؟ كتاب الروايه يعني الروايه معروفه يعني ايه تقصد ايه بكتاب؟ بكتاب انك انت بتقدم له المعلومه بشكل لطيف وكويس، بس معلومه مش روايه، اطار روائي، او ممكن تعملها في اطار روايه. ده الروايه احلى، ده تبقى اقوى في كروايه أحلى، بس مش تأثير. سلسله مش مهم خلاص يعني. اذا كانت الدنيا اتغيرت بلاش سلاسل يعني. هي سلاسل خلاص بقى، هي حتى في العالم كله يعني ما بقاش في حد بيقدم سلاسل يعني. بس احنا ممكن نقدم اعمال يعني. حتى في الدراما لما جيت اكتب دراما كتبت من الجاني اللي هي كل حلقه منفصله. فكره ال 30 حلقه نتكلم يعني. ممكن ما نعملش سلاسل، ما نعمل اجزاء يعني. كتاب جزء 15 منه ده موجود فعلا دلوقتي، بنعمله دلوقتي موجود يعني. انما هو الهدف الاسمى دلوقتي انك تقول للناس ان في حاجه اسمها مصر، وان دي فوق كل اعتبار دلوقتي في الوقت الحالي في المرحله اللي انت فيها دلوقتي دي. لانك انت اذا مصر فقدت كل شيء اخفقت، كل شيء خلاص ما بقاش في حاجه تانية تمسك فيها. يبقى انت الاول لازم تحط مصر دي على راسك من فوق، وتبتدي توجه كل طاقاتك وكل ابداعاتك وكل مواهبك عشان توصل للناس الاسم ده اللي هو اسم مصر. حتى العلم لازم اعرف الناس ان في حاجه اسمها العلم، مش زي ما بعض الفئات بتهاجم العلم. لا، انا في عندي علم، لما يترفع قلبي يترفع معاه. لا لازم يكون عندي الاحساس ده. فده اللي انا شايف ان ده واجبنا نقدمه في الفتره الجايه يعني. نوصل الحاله دي للمصريين، اخلي المصري يسمع النشيد الوطني يقوم يقف لوحده من غير ما اقول له موقف، يشوف علمه بيترفع. بقول لك انت تعتقد ان الشباب هذه الايام عنده استعداد يسمع الكلام ده، ولا ياخده في تفاصيل كتير؟ لان الكلام ده اتقال كتير قوي يا دكتور وما جابش نتيجه. ما هو لو اتقال مباشره ما بيجيبش نتيجه. مظبوط، هي قاعده في الـ في الـ في النصيحه حتى، ان ما يوجه بشكل مباشر يؤخذ بشكل مدرسي، كانك بتحفظه ينساه. هو لازم يعيشه، لازم يعيش الحاله، فهو بيعيشها من خلال انت ما بتقدم له بطل مثلا بيحارب عشان مصر، هو مشدود للبطل. تمام، الشخصيه انت عملتها تمام، بس من خلال انجذابه للبطل الفكرة بتوصل له كل المفاهيم اللي البطل بيوصلها له من خلال الاحساس ده. فانت لازم تخلق له برضه روايه فيها كيان جديد يعني، لازم ينجذب للكيان الاول، وبعدين من خلال الكيان ده احط كل المبادئ اللي انت عايزها. نسال هنا بقى الشباب النهارده اللي هم في سن 14
واللي احنا بنخاف قوي لان الدنيا فيها طيارات سيادتك اعلم بيها مني طيارات رهيبه بالظبط. ازاي نقدر نجيبهم يعني؟ ازاي نقدر نديله الحاجه يوم يقراها يوم يتبسط يوم يصدق يوم يقتنع يوم يتغير يوم يتعلم؟ انا لو هتكلم ككاتب بيكتب روايات وكتب فيها ترفيه وفيها انتقاد وفيها ده يعتبر شق، الشق الاهم هو الشق التعليمي. يعني لازم التعليم لازم في حاجه في التعليم لها الهدف ده الاول، لانه البيت والشارع بيحاربوا ضد التعليم اللي هيبقى مظبوط. فانا لما التعليم يبقى كويس ولو احنا كمان نبتدي ناخد الشباب في الاتجاه السليم مش اللي احنا عايزينه، الاتجاه السليم اللي هو يعرفوا يعني ايه انت مواطن في بلد لا حضارة 7000 سنة. يعني ايه ان مصر دي اقدم من الولايات المتحدة الامريكية كتير. لكن في ناس ما يعرفوش كده، وحضرتك اعلم مني ان في ناس بتظن ان جمال عبد الناصر لسه بيحكم مصر لحد دلوقتي. واحده مره طلعت في التلفزيون من 15 سنه كده قالت الرئيس جمال عبد الناصر. فطبعا المفروض انه يبقى يعني نبتدي طبعا منظومه تعليميه سليمه في الاول، ده شيء صعب بس لازم البدايه. يعني عشان تجيب نتيجه قدامك من 5 ل10 سنين بس، عشان مش مشكله بس لازم نبتدي لازم نبتدي 20 سنه بس انت ابتدي نعرف ان احنا كمان 20 سنه هيبقى عندنا اولاد مختلفه ودنيا مختلفه. بالظبط. يعني اقول لحضرتك مثلا حاجه من اللي انا ما بشوف يعني وفيش اي حد بيشوفها غير في مصر، موضوع مثلا القمامه لو الزباله اللي في الشوارع دي. ما كانتش مصر كده زمان. اللي بيتفرج على فيلم من الستينات، فيلم ايه؟ احنا عشنا الستينات والخمسينات. أيوة. شفنا عربيه الرش كنا نجري وراها. بالظبط كده. تخش الحواري دار بسعاده في دار بسعاده عربيه الرش تخش ترش يعني مش في الزمالك، مش في جاردن سيتي، لا دار بسعاده باب الخال الحمد لله. لا الزمالك جاردن سيتي ما كناش نشوفها يعني. فشوف حضرتك دلوقتي الشوارع بقى شكلها الشوارع الرئيسيه وفي الاماكن الراقيه في الزمالك وجاردن سيتي في الراقي مقالب. طيب انا بعيني بشوف ان العمال النظافه كل يوم فعلا بيشيلوا بلاوي، لكن احنا بقى كسلوكيات اللي هي المدرسه هتعلمنا انه انا لازم يعني دي مش زي بيتي، ده بيتي الكبير، بلدي دي بيتي الكبير، ما يصحش ان انا الهوسها كده. ده مستحيل يجي غير بالتعليم. اذا ان شاء الله موضوع التعليم ده ابتدينا فيه وده اللي احنا يعني بنرجوه، مهمتنا هتبقى اسهل، لان انت بتعلم او بترفه او بتسلي او بتثقف طفل. اتعلم صح، عارف المبادئ، عارف يعني ايه بلده، عارف يعني ايه عمل، عارف يعني ايه. تخيل حضرتك احنا عندنا ممكن تنزل عشان خاطر تروح محل معين ساعه واحده يقول لك لسه ما فتحش، الساعه واحده الظهر لسه يقول لك لسه احنا لسه بدري. في دول خليجية كان الساعة 8 الصبح محلات الأحذية بتبقى فاتحة. ما هم بيخلصوا الساعة 12 وبيرجعوا يشتغلوا تاني يعني. ما هو بيشتغلوا تاني الساعة 12 هو كله في بيتك ويرجعوا الساعة 5 4 من 4 ل 8 طيب. بس احنا عايزين نتعلم ان احنا نبتدي اليوم من أوله ما نبتديش اليوم من الظهر والعصر. لا ما احنا صهيره بقى المحل اللي بتتكلم عنه ده بيفتح للساعه 3 و4 وتلاقي ناس داخله تشتري وناس تتعشى وماشي الحال. بالظبط يعني كده. عندنا شغف. طيب. شغف بالمتعه. اقتراح الاستاذ خالد الصفتي ان احنا نعلم عشان يعني يبقى في دنيا مختلفه. والله انا شايف ان احنا تاثيرنا اكتر من التعليم، يعني احنا بنأثر على الشاب وعلى الطفل اكتر من تعليمه. هو لما بيتعلم بياخد كلام يمكن ما هو اساسا بيكرهه. يعني هات لي 3 أطفال في مصر او 3 شباب في مصر بيحبوا المدرسه. فشل المنظومه ان هو كرهه لانه لازم في عيال كتير قوي بقى اللي في المدارس الاجنبيه بس هم اللي بيحبوا ولا جدا ويعيطوا لو ما راحوش المدرسه. انما بتوعنا بقى ينزلوا بقى حالتهم يعني مضروبين. بس المشكله ان انا الغالبيه العظمى بتاعتي اللي بتمثل شعب مصر هو ده الشعب صحيح اللي هو اللي في مدارس عاديه ده انا ما بدلوش متعه انه بيتعلم يعني اللي يعني ما عنديش يوم دراسي لا ما اصل احنا يعني يوم في تدبير وموسيقى والعاب شعب جاف
لازم نعترف ان احنا شعب جاف. يعني ايه يا دكتور؟ شعب جاف بمعنى ان احنا في امور كتير قوي ما بنقيمش لها وزن، زي الفن مثلا. يعني انت لو جيت تتكلم عن ليه احنا الرحمه، يعني انت يعني في ثلاث شبان اتقبض عليهم عشان عذبوا كلب حتى الموت، يعني عملوا حاجه رهيبه. فلما تيجي تقول لحد ده اتمسكوا ده تلوه بشعه، يقول لك هيحبسوهم في كلب. لا، انت الكلب ده دخل راجل الجنه، يعني لو راجل مسلم بقى في كلب دخل واحد طبعاً الجنه. طبعا فيعني ما تستهنش بحيوان. احنا عندنا الحته دي جافه، مشاعرنا جافه شويه. يعني انا فاكر مره كنت في الحسين، ففي بنت شافت قطه عينها مقفوله كده، فطبطبت عليها وخدت وتمسح لها عينيها. التريقه بقى كل اللي واقفين. بس احنا ما كناش كده. ما هو ده الغريب، ان احنا تحولنا فجاه الى حاله عدوانيه شرسه، ما اعرفش ايه سببها. يعني انت الشعب المصري عمره ما كان عدواني. دكتور، الفقر والظلم والقهر والجهل ما موجود طول عمره. احنا طب لا. الهند فقر يا محمود، الهند فقر كتير جدا، انما ما عندهمش العدوانيه. لا، ما عندنا فقر وجهل وقهر وظلم وفساد. يعني لا، احنا عندنا كل حاجه. انت بتبرر كده. لو احنا عندنا قهر بس ماشي، يمشي شويه كده. لو عندنا يعني لا، انا يعني شايف ان احنا برضو يعني رفعنا السقف بتاع العدوانيه شويه. يعني احنا بقينا عدوانيين جدا. حتى شوف لما اتنين بيخبطوا ببعض في رصيف، يعني اتنين ماشيين وبيخبطوا ببعض، شوف رد الفعل. يعني ده دكتور نبيل، ده مرض مش مرض، احنا بنمر بازمه مش قادرين نتعايش يعني معها. يعني ازاي الشخص اللي كان ابوه او جده او كذا او كذا كان بيطبطب على الراجل ونقوم للست في الاتوبيس ونعمل كده، ازاي نفس الشخص دوت تطور لهذا المتوحش؟ ما هو انا تعرف الموضوع البسيط ده اللي بقول لك اتنين خبطوا ببعض في رصيف. أيوة، لو انت فكرت في ردين فعل. يعني انا لو خبطت في واحد فقلت له انا اسف، يقول لي ولا يهمك ولا يهمك وخلصت. وانا عرفت ايه وافتيه. لو انا قلت له ما تفتح يا عم، انت اللعمة وستين عم، هنخش ببعض ونوصل للاسم ويمكن واحد يموت واحد. يبقى احنا وصلنا لفقدان صبر، ما عندناش صبر. يعني احنا بقينا زي ما تقول اتملينا لاخرنا، فبقى ما فيش احساس بالصبر. بس دي نقطه بقى، ان هو مش مثلا الصبر تراجع عندنا، ما عادش يجي مكان. ما خلاص، ما احنا وصلنا للاخر. متعب يعني، فاض بينا فاض بينا زي ما بيقولوا يعني. بس احنا انا محتاج دلوقتي ارجع الناس خطوه لورا، اقول له ان في قيم، في اخلاقيات، وانك انت مش هتربح ابدا بالعنف والشراسه. يعني انت هتربح بانك تبقى انسان كويس. يعني صحيح. نقول له ده بقى من خلال الفيلم والكتاب والقصه وكده. احنا الفيلم بلاش نتكلم في الفيلم، لان الافلام عندنا عايزه يعني رقبه قصها من اول التتر الاولاني لغايه كلمه النهايه. لا، دي سينما يعمل له ما عايزينه يا دكتور. لا، بس احنا مش من حقه يعمل اللي عايزه، لانه بيبوظ مجتمعه. لا، في حاجات اساسيه بعدين احنا نقاومها بالسينما. الانتخاب الطبيعي. لا، احنا ممكن نقاومها بالسينما في حاله واحده بس. ان انا زي ما بتسيب لي الانتاج الخاص يعمل اللي عايزه، رجع لي المؤسسه المصريه العامه للسينما اللي كانت بتنتج افلام محترمه لا تستهدف الربح المادي. دي مشكله الانتاج الخاص دي ولا مشكلتك انت؟ مشكله الدوله. دي مشكلتك انت. عندك مشكله حلها مع نفسك. انما السينما التجاريه موجوده في العالم كله. ايوه طبعا موجود، بس هي المشكله انها بقت هي السينما الوحيده. دي مشكلة مين؟ غياب الطرف دكتور الأخر. دي مشكلة مين؟ ما احنا بنتكلم عن المشكلة. يعني دلوقتي السينما التجارية بتعمل أفلام فاسدة، هل هي دي مشكلتها؟ لا، ما هي تجارية بتعمل. طبعا احنا اللي عندنا مشكلة. المشكلة احنا اللي ما بنقدمش السينما البديلة. لازم نرجع الأصل. طول ما أنت بتستهدف الربح هتدور على محسنات بديعية للربح، ده طبيعي. تمام. يعني ما أقدرش أقول للتاجر اللي بينتج يعمل فيلم يخسر. تمام. وهيعمل فيلم عشان يكسب. تمام. لكن اقدر انشئ قدامه بالتبعيه جهه تانية بتفكر في انها تنتج فيلم يكسب الناس، مش يكسب فلوس. يعني يكسب. وعندنا شواهد اعداد لا حصر لها. سينما شريف عرفة، سينما عاطف الطيب، داود عبد السيد، محمد خان، وفريق الاشاره، كل دول كانت بتنجح طبعا. وسينما عادل امام، وسينما احمد زكي، ومازالت بتنجح، ومحمود عبد العزيز. يعني انت بص، العمله الجيده تربح دايما. بس المشكله انك ما تسيبش المجتمع للعمله الرديئه، انت سايبه كده خالص للعمله الرديئه. ما بتحاولش تقدم له عمله. لو اديته العمله الجيده هتبتدي تقارن ما بين الجيد والسيء. وفي جيد، في جيد بيظهر يعني، في طبعا. انما للاسف يعني الغالبيه العظمى تجاريه بنسبه 90%. تجاري. حتى الفن نفسه تراجع فيها. يعني بقى الاخراج متواضع والتمثيل متواضع، كل حاجه. كل لا، اصله مش ده التارجت. يعني بيقولوا مش ده الهدف اللي هم عايزينه. لا، احنا دلوقتي على فكره في مقوله بتتقال بتقول لك انت لو جبت بلطجي ورقصه وفرح تعمل فيلم حالي. بلطجي دي جديده. بس منك كلمه اخيره يا استاذ خالد، فلاش الجديده، ايه اللي بتفكر تحطه للعقول الشابه النهارده عشان نساعدها
في فهم الحياة أكتر، لأن الكتب الدراسية مملة وحادة. والله أنا هركز أكتر على الماضي، على التاريخ، الماضي تاريخ. وتاريخ البلد، تاريخ بلدنا دي إذا كل شاب استوعبه وعرف مصر دي كانت إيه على مر العصور، إزاي هي كانت بوتقة انصهرت فيها كل الحضارات وكل الدول اللي جت تحتلنا، حاجه عجيبه، واحنا اللي اثرنا، شعب عجيب وهم ما تاثروش. يعني بس تروح لدوله عربيه تانية احتلت مثلا 20 سنه تلاقيها بقت حاجه تانية. ما بيعرفوش يكلموا عربي بالظبط كده، انما احنا يعني خلاك اللي علمناهم العربي. الحمله الفرنسيه يعني طبعا طبعا تاريخ حافل، اسلموا واتجوزوا واستقروا واستوطنوا. انا كان يعني عشان خاطر حضرتك بتقول لي ايه اللي تعمله جديد، بس انا شايف ان مفيش حاجه اتغيرت، يعني مفيش حاجه اتغيرت عشان احنا نغير اسلوب الدنيا الخطاب. الدنيا اتغيرت يا دكتور استاذ خالد، احنا بنتكلم اصل برضو حضرتك الدنيا شيء ومصر شيء تاني. مصر ليها طبيعه تانية خالص، طبيعه مصر تختلف عن كل بلاد العالم. يعني مثلا اي بلد في العالم حضرتك بتوقف التاكسي بتدخل تقول انا رايح الحته الفلانيه، الا مصر لازم تقول انا رايح الحته الفلانيه وانت بره التاكسي. ما تقدرش، ولو قعدت قبل ما تقول له ممكن تنزل تاني. طبعا يبقى اذا احنا ملناش دعوه، وده مش شيء وحش، يعني احنا لينا طبيعه خاصه جدا جدا. واللي انا شايفه من خلال الاحداث السياسيه الاخيره ان مصر دايما مهابه الجانب من الكبير قبل الصغير. كويس. عشان كده بيكرهوها. عشان كده بيكرهوها، بس الناس مش عارفه ده، الشباب مش عارف ده. طب انا عندي سؤال بقى اخير لحضرتك وللدكتور نبيل. انا وسط الفقر وبطاله والكذا والعلم المتخلف والدنيا دي كلها والمستشفى البايظه وما فيش مجاري في القريه وده الشعب بقى. هل انا عندي قدره استوعب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ هل انا جاهز لاستقبال الكلام ده وانا عندي كل هذه العزبات وانا لا احمل احد من الانيين؟ يعني طبعا هجوم عليها بلاوي متلتله من زمان. انما انا شاب وشايف اخويا تروح تقعد مع اي حد يقول لك انا عندي 4 عطلانين، انا عندي 3 عطلانين، انا عندي. هل الشباب دلوقتي ممكن في ظل الظروف دي يبقى مؤهل ان انا اقول له الكلام ده، ولا لازم اعمل له حاجه تانية عشان يستوعبني ويستوعب هذه الافكار؟ هو طبعا لابد ان انا ادخل الوسائل الحديثه الميديا الحديثه. يعني مش عايز اقول لحضرتك دلوقتي 70-80% من وقت الصغير والكبير على الفيسبوك، مش هقول على الانترنت، الفيسبوك بالتحديد استوعب كل حاجه. تمام. حتى اما بتبحث عن شيء ما بتبحثش على جوجل زي زمان، لازم انت تروح له في البدايه. لازم تروح له في الفيسبوك. بس هي المشكله هي الناحيه التجاريه، مش هتجيب فلوس. انت دلوقتي بتشتغل عشان خاطر تطبع كتب، توزع كتب، تبيع، تجيب حقها على الاقل. انت تعيش ككاتب والناشر يعيش كراجل صاحب مهنه. لا فتحها يعني سبيل. حل بقى حضرتك المعضله بتاعت الفيسبوك اللي هو متاح للجميع بلا مجانا مقابل. بلا مقابل. واي شيء في الدنيا، يعني زمان حضرتك اللي كان بيطلع اللي بيحضر رساله مثلا، رساله دكتوراه او ماجستير، كان بيعمل ايه؟ كان بينزل دار الكتب، يا خبر ابيض، بيلف قد ايه حضرتك عشان يلاقي اسم واحد دار الكتب وجامعه مكتبه الجامعه ومكتبه الجبده، يعني شغل الاهرام. والاهرام طبعا. دلوقتي حضرتك كلمه واحده بتكتبها صدق في جوجل، ده مصباح علاء الدين، ده مصباح علاء الدين القرن 21 حقيقي. ما في سؤال عجيب الا بيجاوب عليه. عجيب يا دكتور. هنعمل ايه بقى؟ والله بص انا شايف ان القيم لا تتغير، يعني لو اديب له قيمه كله في الامر ان انا هغير له وسيله تقديم القيمه بس. طيب يعني ماشي. انا مظبوط كلامك. يعني انا فاكر كنت قاعد مره في النادي فجت لي بنت كده صغيره بتقول لي هو انت ليه يا عم في الموقف الفلاني ما اتصلوش بالموبايل؟ وقالوا لهم قلت لها عشان لما كتبت القصه ما كانش في موبايل. صح. ببساطه. صح. فاكتشفت من ساعتها ان لازم تحدث انت حتى اللي بتكتبه. تخيل انا ضد فكره انك انت تلغي الكتاب، هو الكتاب هيفضل موجود
بالعكس ده دور النشر زادت جدا في الثلاث سنين الاخرانيين. لا احنا ما قلناش نلغي الكتاب. اه ما هو قلنا في وسيله جديده نخش فيها ودي موجوده. ما هو انا يعني بخش فيها من خلال الاحداث مش من خلال الوسيله نفسها. يعني انا يعني مثلا دلوقتي انا كل روايه جديده بكتبها بنزل الفصل الاولاني منها في على النت. كويس. في الاول لان كان كوسيله تجذبني اروح اشتريها. كويس برضه فكره ممتازه. انما بقت القصص نفسها بتعيش العصر الحالي. كويس. مشاكله يعني مش بتعيش الحاله بتاعت زمان. فهي انا بقدم نفس القيم ولكن باسلوب يناسب العصر اللي انا موجود فيه. مش مطلوب اكتر من كده. هو بس ما انا شايف ده كويس جدا. عليه اقبال كويس يا دكتور. والله ارقام المبيعات احنا بناخد نسب مبيعات فالارقام اللي انا شايفها ماشيه كويس. كويسة. يعني زي ما هي. يعني واشوف حتى الاقبال يعني في معرض الكتاب الجناح بيبقى مليان. السنه دي بيقولوا معرض الكتاب عمل ارقام جديده نوفي. عاليه جدا. سواء حضورا او بيعا. عاليه ارقام عاليه جدا يعني من اعلى المبيعات اللي اتعملت في العشر سنين الاخرانيين. طيب. نيجي نسأل سؤالنا الأخير بقى. دلوقتي في وزارة اسمها وزارة الثقافة. مهمتها أنها تقدم ما يساعد السادة المثقفين في أن يصلوا إلى عقول الناس سواء بمؤتمرات سواء بندوات سواء بأفلام بكتب. بس هي بطلت تعمل السينما وده شيء حزين. يعني شيء حزين أن وزارة الثقافة ما بتقدمش. اللي قاله الدكتور نبيل أنه كان عندنا مؤسسة السينما زمان كان فيها صلاح أبو سيف ونجيب محفوظ والشاهين وحكايه. يعني خد بالك السينما اكثر تاثيرا. يعني هو العالم كله عارف امريكا منين؟ من السينما. ونفسي اروح امريكا ليه؟ السينما اكثر تاثيرا حتى بحكم المنطق العادي لان لما بتعرض حاجه في التلفزيون يعني التلفزيون رقم واحد طبعا لان هو بيتفرج عليه ست البيت وبيتفرج عليه المهندس وبيتفرج عليه الفلاح وبيتفرج عليه. انت تشوف من الحلقه بتاعتنا دي تلتها بس والباقي بقى تشرب شاي تشرب قهوه اتفضل يا محمد اتفضل. انما السينما كان رؤوف توفيق استاذنا ربنا يديله الصحه يقول لك سحر القاعات المظلمه. طبعا انك بتخش وتقعد وهص وتتفرج فتعيش تغرق في الحكايه. بس بتدفع فلوس عشان تخش. هو التلفزيون فرقه كده انك انت يعني التلفزيون وانت قاعد في بيتك بيجي لك. عشان كده انا بعامل معاه بقى بعامله بدون تركيز لانه موجود. لا وفي ايدك ريموت ودي مشكله كبيره قوي انك انت لو بعد خمس دقائق لما تيجي الاعلانات بيروح قالب على قناه ثانيه. صحيح. ممكن ما يرجعش كده بس عشان بتوع الاعلانات ما بطلوش الاعلانات. طيب بس خليني اتفضل دور وزاره الثقافه من حضرتكم الدكتور نبيل. يعني اسمح لي بس حضرتك في عجاله كده من فضلك. المشروع الجميل اللي كان بدا وزير الثقافه قبل الثوره طارق حسني. كويس. اللي هو القاهره الفاطميه. طبعا التجميل والنظافه والبازيل عمل 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 عمل. انا يعني اتمنى يستمر. هم رجعوه الحقيقه. يعني هم كان الشارع باظ في الثوره. رجعوا ما اظن محمد ابراهيم كان وزير الاثار دكتور محمد ابراهيم رجع الشارع تمام. المعز دلوقتي رجع تمام زي الفل. مش ده الاول لسه. ها مش ده الاول لان انا من عشاق الشارع ده من شارع المعز. بس كويس يعني هو طبعا احسن بكتير كان من الاول. يعني كويس ان انا يعني كنت قريب فيه وبرضه يعني سررت ان انا لقيته كويس. نظيف. طيب نظيف. بالنسبه لوزاره الثقافه المفروض في الوقت الحالي ان هي تبقى حسب نبض الشارع بقى. يعني كفاية بقى شغل في المكاتب المغلقة وبالأفكار القديمة. شوف الشارع محتاج إيه وعايز إيه وانت روح له. يعني مثلا زي بيوت الثقافة اللي موجودة الثقافة الجماهيرية كل حتة في مصر. بس فعل ده بقى وعرف. في ناس ما تعرفش الكلام ده بتسمعها بس عمرها ما دخلت كتير. فيهاش حاجة. لازم يبقى فيها حاجة. فيها نوادي السينما ما حدش يروح. الله يرحمه سعد الدين وهبة كان بيعمل شغل كويس الله يرحمه. طبعا. شغل يا استاذ محمود فترة الستينات كانت في نهضة كبيرة جدا في مصر في كل حاجة. كتاب مطربين فنانين مسرحيات. اما قامت الثورة 25 يناير قالوا اغاني الفترة دي. يعني وحبوا زعيم الفترة ديت ورفعوا صوره. يعني فترة بص احنا فعلا وزارة الثقافة عايزة تبطل الكلام الشيك وتبتدي الشغل الشيك. يعني مش عايزين لان هو دايما لما تقعد حتى مع مجموعات مثقفين تلاقي كلماتهم فخمه جدا لكن على ارض الواقع ما بيعملوش حاجه. احنا عايزين بقى يعني انت 90% من شعبك بيقرا ويكتب بالعافيه حتى الخريجين. يعني ده اتفرج لما خريج يكتب جملتين وخريج كليه شوف كم الاخطاء اللي موجوده في الجملتين دول قد ايه. اذا فلما اجي اكلمه لازم اكلمه بسلاسه القعده البلدي على مستوى دماغه على مستوى دماغه ووصل له الفكره مهما كان عمقها
بكلمات بسيطة يقدر يستوعبها وقعد معايا ما يقعدش يعني. وزارة الثقافة بتتعالى إلى حد ما على المجتمع اللي هي موجودة فيه. هي وزارة ثقافة مصر اللي فيها كمية نسبة أمية عالية جدا وفيها نسبة أمية ما بين المتعلمين والمثقفين عالية جدا. إذا فينبغي أن تتعامل مع هذا المجتمع من هذا المنطلق أن هذا المجتمع ليس مجتمعا ثقافيا, هو مجتمع ما زال ينظر إلى الثقافة وكأنها رفاهية بعيدة عنه, مش وقت الثقافة ولا خلاف لقمة العيش. وهو مجتمع لا يدرك أن الثقافة تجيب له لقمة العيش أساسا, أن حتى التعامل مع لقمة العيش هو ثقافة في حد ذاته. لازم زي ما ده بنقوله كده بالبلدي كده يوصل وزارة الثقافة بنفس الفكر البسيط دهوت وينعكس منها على الناس بنفس الفكر البسيط. ما تبقاش حاسة أنها يعني دي وزارة الناس الهاي والناس العاديين دول مش بتابعها, لا هي وزارة مصر, وزارة ثقافة مصر بدءا من الراجل اللي في الغيط لغاية اللي معاه دكتوراه في الأدب. دي وزارة ثقافة مصر لازم تتعامل معنا بالمنطلق ده يعني تتوقف عن التعالي, لأن احنا في قاعدة كده لم تكن مثلنا فلست منا, لا هو كلنا منا. مش كويسة دي, ما هي احنا دي قاعدة مش كويسة, لازم مش نلغي كويسة. القاعدة دي لأن قاعدة تلغي الحوار, الحوار أصل الحياة. مين يعني يعرف في مصر الناس ما بتتحورش يبقى ما فيش ناس. بالظبط ايه اثر الثقافه في اي واحد ماشي قاعد في الشارع في مصر؟ ايه اثر وزاره الثقافه في واحد ماشي في الشارع في مصر؟ هو لا يعلم. لو سالت, لو عملت يعني اي تحقيق صحفي ونزلت الناس يسالوا الناس اللي في الشارع ايه دور وزاره الثقافه, يمكن ناس كتير يقول لك بتطبع كتب. هو دي كل معلومات, ما يعرفش يعني ايه وزاره الثقافه, ما يعرفش ان راس التنوره دي وزاره الثقافه, السينمات وزاره الثقافه. انا عبد الفتاح غبنا انتصار وزارة الثقافة قدم فن رائع, كل شيء وزارة الثقافة, حتى الأوبرا وزارة الثقافة, العزف الموسيقى وزارة الثقافة, الغنى وزارة الثقافة. يعني دور وزارة الثقافة ده دور شامل كبير قوي لازم يوزع على مصر يرفع, لأنك أنت محتاج ثقافة, حتى ثقافة سياسية, أنت ما عندكش ثقافة سياسية. الناس تتكلم عن كلمات فخمة جدا لا تدرك معناها الفعل إيه. صحيح, فلازم يفهموها لأن غيرك بياخدها ويحورها ويدي لها معاني تانية خالص غير انت بتقول. معاني ايه؟ معاني غريبة جدا. فيبقى انا بسمع كلام عجيب. ما هو ده دور وزارة الثقافة. المفروض انها توصل للناس. يقول لك ده منحرف, ده اشتراكي. انت ده كافر. اشتراكي كافر. وشيوعي كافر. لا شيوعي سيبك فيه تفاصيل, انما الاشتراكي. الاشتراكيون انت امامهم. هو يعني اي حد. اي حاجة اي مصدر. الفرخة ولا الفرخة قبل. لا انا في احد المؤتمرات مرة وكان معايا الزميل الصديق ابراهيم عيسى يعني. واحد طبيب طلع قال ان الاسلام بعون الله قضى على الشيوعية والاسلام بعون الله قضى على الديمقراطية. واحنا قاعدين بصينا لبعض يعني انت مش فاهم يعني ايه ده ديمقراطيه, يعني هو قلب الديمقراطيه. هو قضى الشيوعيه منين؟ هو ايه دوره في قضاء الشيوعيه يعني؟ معلش نرجو ان احنا نهتم بالمصطلحات. واذا كان حضرتك كلمه اخيره احب اسمعها. كلمه اخيره, ان انا شايف ان احنا محتاجين في مصر نعمل مشروع قومي يكتتب فيه الشباب بس, مش مشروع قومي للشعب كله. كويس. لحد سن ال 30 او ال 35 عشان نجمعهم على هدف واحد يكون المشروع ده هو. يعني ممكن في جانب ربحي كمان, بس يبقى في حلم معين احنا ماشيين فيه. مثلا تصنيع كمبيوتر مصري 100% بدون استيراد اي حاجه, واحنا عندنا من الشباب في عبقره. طبعا عبقره يعني, وده المحزن. لكن مين اللي بيشجعها؟ صحيح. مين اللي بيطلع لجواهم؟ هو ده اللي احنا محتاجينه. يرجو المشروع الاستاذ خالد الصفتي يكون يعني يحظى بي يعني انتباه اي حد من السادة المسؤولين. استاذ خالد انا بشكرك شكرا جزيلا. دكتور نبيل شرفتنا واسعدتنا. الله يخليك. ان شاء الله يبقى لنا لقاءات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. اصبح على خير.